وأنا قاسية العذاب مثل الراجل 30 عام هادي، وقاسية العذاب مع الولاد، وكان خدم الشنطي وكان عيشهم، خدمت في الحمامات، خدمت في الجرادي، خدمت نهار التالي تحت في الخدمة. دابا ولدي اللي تحت في الخدمة، بناتي تا هما كيخدموا، كيقول لك أمي الخبز اللي عندنا أجي تاكل الخبز بحالنا بحالك، باش الكرا نعطيوك الكرا ولا نعطيك شي حاجة، راه أمي ما شاط علينا والو. عرفت لت في الخدمة تنخدم والشمس، وما عرفت ولدي واش مطانسيو، وما عرفت السكر، ما عرفت كان فيها السكر والطانسيو، وكلشي تحت في الخلا. هزوني داوني للطبيب، ملي داوني للطبيب قالوا دابا هاد المرأة دي تمشي تنعس ولا ما نحسات شي راه هي غتموت. نعست في الطبيب، داويت شي ايامات، منين خرجت قال لي وسيري هاد الدواء اللي كديري هنا عندك 6000 قل 60 6000 ريال قل 60 اللي كنشري الشهر. بعت هذاك القرده ديال بواد البلاد، بعت القرده ديال الراجل اللي خلى لي الولاد، كان البلاد كنعيش بها الولاد، وشي اخر كنشريه الدواء راسي. دابا رجع في الله، كلشي تقاضى، ما بقى غير وجه الله، كلشي تقاضى. والوليدات عندي 6 كنت نخدم عليهم حتى كبروا، اللي تزوجات مشات، واللي كتخدم على راسها كتخدم على راسها. الولد اللي عندي ما خرج لياش فيه تيسير والو، راه في الحبس، هو كيعيط عليا كيقول لي امي جيبي لي وجيبي لي. رجع في الله، ما لقيت ما نديلو، ما لقيت ما نعيش باش نعيش راسي، ما لقيت ما ندي لذاك الولد. رجع في الله، دابا اللي كيشوفني يعاونني يعاونني، الله يرحم الوالدين، الله يكثر خيركم، عاونوني رانا معوقة، ما قد نخدم، ما قد خدمت صحتي دوك وساع الولاد. رجع في الله، دابا انتم كتشوفوا فيا لا يد لا رجل، اللي قد يعاونني في سبيل الله وكنطلب سيدنا الله يكثر خيره حتى هو والله ينصره، يهنيوني غير من هذا الكره. الله يرحم لكم الوالدين. كريا بين الماء والضوء كنت نخلص 10000 ريال، دابا اللي حيت الضوء نقصات تنخلص 7000 ريال، ونوبا كتر من 7000 ملي كيكون الماء شوي غالي، كتر من 7000 شويه. والضو دابا مولات الدار خلات لي البيت ب 6000 ريال، رغبتها وشافتها هي من حالتي خلاتها لي ب 6000 ريال، قالت لي ها انت عايشه فيها، نهار يحن عليك الله ونهار تموتي ولا نموت، ها انا جالسه فيها. هذيك الشمعه يا وليدي راه دابا غير مولات الدار شعلاتها ليا، قالت لي دابا ملي غايجيو عندك الناس ها انت ردي شعلي هاد الليله ونمرها اللي يعاون. الشمعة باش تنعيش، هادي باش دوز رمضان، هادي باش دوز هذا سميتو ولا طز الزنقة هاكا نيا من الخلا. الشمعة كل ليلة عندي، نهار كنشري إلا قصرت كان عندي شي حد في بناتيجة ولا شي حاجة درهم ما قلتش جاي، الشمعة كتدوز لي يومين. دابا كنطلب منهم وكنربهم المحسنين وخوتنا المسلمين، ها هما كيشوفوا حالتي يحنوا فيا، الله يرحم ليهم الوالدين، هذا الشيء اللي كنطلب منهم، ويكثر خيركم حتى نتوما اللي قال هذا اللي درتو السبب، ويعمر عليكم والله، يعمل سيدي ربي يجيكم ويحن عليكم، هذا الشيء يا ولدي اللي كنطلب.